لغز وفاة علاء ولي الدين. أهلا بيكم في القصة وما فيها مع ريهام عياد. زي اليومين دول وتحديدا يوم 11 فبراير 2003 توفى الفنان علاء ولي الدين وهو لسه ما كملش 40 سنة، والحقيقة ان موته كان صدمة كبيرة مش بس للوسط الفني، لا ده لمصر كلها. وعلاء ولي الدين من النجوم اللي شهرتهم اكبر من اعمالهم، يعني علاء اشهر وانجح اعماله فيلمين الناظر وعبود على الحدود، لكن نجاحه وشهرته اكبر بكتير من مجرد عملين ناجحين. علشان كده احنا في الحلقة دي هنعرف اللي عمرنا ما عرفناه عن علاء ولي الدين، فيلا بينا صلوا على النبي. علاء سمير سيد ولي الدين اتولد 11 أغسطس 1963 في الدرب الأحمر في القاهرة، وهتلاقوا ناس تانية بتقول تواريخ تانية ومكان ولادة تاني، بس أنا هنا بجيب لكم من الآخر. أبو سمير كان مأمور ضرائب، بس كان مضروب بالفن والتمثيل، وجنب شغله بيعمل أدوار صغيرة كده. وسنة 64 وبعد ولادة علاء نقلوا من الدرب الأحمر لمصر الجديدة، واتولد إخواته خالد سنة 66 ومعتز سنة 68، وبدأت أدوار الحاج سمير تكبر شوية. طبعا اشهر اعماله دور جابر الفراش في مسرحيه مدرسه المشاغبين، والشاويش حسين في مسرحيه شاهد ما شافش حاجه. لكن الراجل كان ليه تاريخ طويل، ده اشترك في 58 فيلم و25 مسلسل واربع مسرحيات، فالحياه الفنيه دي اثرت في علاء جدا، اللي طول الوقت شايف ابوه رايح فين يا بابا، رايح التصوير، جاي منين يا بابا، جاي من التصوير. وهو اصلا كان عيل شقي ودمه خفيف من صغره، ومبهور بالتمثيل زي ابوه، لدرجه انه بعد ما كان يتفرج على اي فيلم هو واخواته كان يوزع عليهم الادوار ويعيدوا تمثيل الفيلم تاني، بس ياخد هو دور فريد شوقي عشان يبقى البطل بقى اللي بيضرب على طول. وطبعا بما ان ابوه ممثل وعايش وسط الفنانين الكبار، وش علاء طلب منه انه يدخله التمثيل، ابناء عاملين بقى وكده. بس المفاجاه ان الحاج سمير رافض. ليه كده يا حاج سمير؟ ما تسيب الواد يشوف مستقبله. قال له لا يا حبيبي، عايز تمثل يبقى الاول تاخد شهادتك وبعد كده بمثل براحتك. وجهه نظر تحترم برضه، بس للاسف ابوه لا هيشوفه وهو بيمثل ولا وهو بياخد الشهاده حتى، لان يوم 4 أغسطس 1978 مات سمير ولي الدين وهو عنده 40 سنة، والكارثة انه ما ساب لهمش اي حاجة يتسندوا عليها، فما كانش قدام علاء اللي لسه يدوبك 15 سنة غير انه ينزل يشتغل جنب دراسته، واشتغل كل حاجة بقى، يغسل صحون، جرسون، فرد امن، وحاجة اخر شقة. واخوه معتز قال ان علاء شقي وتعب عليهم علشان يربيهم وعلشان الدنيا تغشل اكتر. في يوم وسط تعب الشغل والمذاكرة في الثانوية العامة علاء تعب جدا، ولما راح كشف اتفاجئ انه عنده السكر، علشان يبدأ علاء رحلته مع المرض اللي بدأت بدري قوي ومش هتنتهي ابدا. بعد الثانوية دخل علاء كلية التجارة علشان ينفذ وصية ابوه، بس في نفس الوقت قدم في معهد الفنون المسرحية عشان يحقق حلمه هو، لكن المفاجأة انه اترفض. ايه الحظ ده؟ وقال لك خلاص يا واد ولا يهمك خالص، السنة الجاية قدم تاني. وفعلا قدم السنة اللي بعدها، ويلا بقى خليها تروق وتحلم، بس ودي تيجي اترفض تاني. فقال لك الله، ده انا ممثل ابن ممثل، اترفض ازاي؟ وراح سأل واحد من اساتذة المعهد، قال له قول لي يا استاذ هو انتوا بترفضوني ليه؟ قال له عشان انت ما تنفعش تبقى ممثل، انت اخرك تبقى ياتشو. ايه ده، في حد يقول لحد كده في وشه يا استاذ؟ ده انت دمرتنا انا شخصيا يا راجل، ما بالك الواد. بس علاء لا تاثر ولا فقد الامل، واتلم على سقيطة المعهد محمد هنيدي واحمد ادم واشرف عبد الباقي، وبقوا لاجئين بقى جنب المعهد اللي مالهمش اي علاقه بيه، بس هو من جوهر السعيد يسعد. وفعلا عمل علاء شويه ادوار صغيره كده، صحيح في مسرحيات مش مشهوره، بس هو يمثل وخلاص. لكن اخر ما زهق بقى قرر يستعين بصديق من اصحاب ابو القدام وميل على امه، قال لها ما تكلمنا الاستاذ نور الدمرداش كده. نور الدمرداش حته واحده، ده اكبر مخرج مسلسلات في بره مصر كلها. والست فعلا كلمته وقالت له بقول لك ايه، الواد علاء ابن سمير صاحبك وانت اولى بيه، تعلمه وتاخده تحت جناحك. قال لها بس كده، من عين يا ام علاء، ابعتيهولي. الدمرداش بقى استلم علاء وقال له بص يا حبيبي، انت عشان تبقى ممثل شاطر لازم تبدا من الصفر او من تحت الصفر، وخد عندك بقى كعب داير على كل الوظايف ورا الكاميرا، مساعد انتاج تلاقي، اكسسوارات وراكورات ما يضرش، مساعد مخرج شغال، 4 سنين مرمطه ورا الكاميرا، وعلاء ايه هيموت على دور قدام الكاميرا. لحد ما اخيرا عمل دور بليا بياع الجرايد في مسلسل زهره والمجهول بتاع ليلى علوي، وطبعا اخراج نور الدمرداش، وعمل بعدها شويه ادوار صغيره كده لحد ما بتيجي التسعينات بمرحله عادل امام.
في التسعينات علاء كان بدأ يتعرف وأدواره بتكبر شوية بشوية، لحد ما جت سنة 92 بنقطة التحول في حياته لما عمل دور سمير اللي عايز ينتحر من فوق مجمع التحرير بس مش عارف يطلع على السور من تخم، فيلم الإرهاب والكباب مع عادل إمام، عشان بالفيلم ده يدخل علاء الوسط الفني من أقوى أبوابه، بوابة عادل إمام. ما هو وقتها اللي كان بيطلع مع عادل إمام في دور حتى لو بقى فاه بيبقى ضامن إن مصر كلها هتشوفه، وعادل إمام بقى ما سابوش، ده خده معاه تاني في فيلم المنسي سنة 93، وبخيت وعديلة سنة 95، والنوم في العسل سنة 96، وبخيت وعديلة 2 سنة 97. مش قلتلكم مرحلة عادل إمام؟ وتيجي سنة 97 بالخير كله ويعمل علاء السيت كوم اللي كسر الدنيا حرفيا. وانت عامل ايه؟ ولا حظي مرة بان وطلعلي في اللي بان، انا قلت الدنيا ضحكت والحظ اوان وحان، اتاري ناس ملام عليان نايم جعان مش لاقي لقمة ياكلها بيقطر في اللي بان. علشان يبقى المسلسل ده فتحة الخير على كل اللي اشتركوا فيه، محمد هنيدي، صلاح عبد الله، علاء مرسي، وهالة فاخر، ويعمل علاء وهنيدي في نفس السنة بطولة فيلم حلق حوش مع ليلى علوي، علشان تفتح السينما ابوابها لجيل جديد نوفي. بدأ بفيلم اسماعيلية رايح جاي سنة 97 بطولة محمد فؤاد ومحمد هنيدي وخالد النبوي، وتيجي سنة 98 ويكتب هنيدي شهادة ميلاد جيل كامل بفيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، علشان يبقى واضح للكل ان اللي جاي هو زمن هنيدي واصحابه، احمد السقا، شريف منير، هاني رمزي، منى زكي، غدا عادل، وطبعا علاء ولي الدين. وفي نفس السنه عمل علاء وهنيدي فوزير ابيض واسود تاني ومسرحيه الابنط، دي كسرت الدنيا. دي ده كفايه بس مشهد الخاله نعيمه اللي بين علاء وهنيدي، كان في حاجه ان شاء الله كان فرح سنه اخويا الكبير والنبي كنت مستني الرد ده، النبي فرح سنه. وعلى قد ما كان المشهد مضحك جدا وعلاء بيفرش لهنيدي بمنتهى الهدوء والبساطه، على قد ما كانت بطنه بتتقطع من الالم، لدرجه انه في يوم كان خلاص هيخش في غيبوبه وفضل متحامل على نفسه عشان يكمل العرض، واول ما اتقفلت الستاره اخدوه جري على المستشفى علشان فورا يعمل عمليه المراره. تيجي سنة 99 بنقطة التحول الكبيرة والحقيقية في حياة علاء ولي الدين، لما المخرج مجدي الهواري قرر يجازف ويعمل أول فيلم من إنتاجه بطولة علاء ولي الدين، فيلم عبود على الحدود. وقتها علاء كان اسم كبير ومعروف بس لسه ما شالش فيلم لوحده زي هنيدي، لدرجة إن سلمى الشماع سألت مجدي الهواري قدام علاء وقالت له مش خايف تعمل فيلم من بطولة علاء ولي الدين؟ ما كنتش قلقان لما علاء ياخد البطولة، وده مش معناه ان انا بقول حاجة فعلاء، بس عاوزة اطمن. وكأنهم شاكين فعلا ان علاء ما يقدرش يشيل فيلم لوحده او يبقى نجم شباك، ومخرجين كتير اعتذروا عن الفيلم. طب مجدي الهواري ما اخرجوش ليه؟ لا ما هو وقتها ما كانش لسه بقى مخرج. فقرر علاء انه يجس نبض شريف عرفه كده. ايه شريف عرفه حته واحده؟ ده كان ولا زال من اكبر مخرجين مصر. بس المفاجاه بقى انه وافق، ولما سالوه ايه اللي خلاك تجازف باسمك مع بطل جديد قال لهم والله انا لقيت نفسي عشان اعمل فيلم لازم اروح لاسم من اربعه، يا عادل امام، يا احمد زكي، يا محمود عبد العزيز، يا نور الشريف، وما فيش سينما في الدنيا بتقوم على اربع ابطال بس، فكان لازم نغامر مع جيل الشباب. وهو وقتها شريف عرفه كان عامل فيلم اضحك الصوره تطلع حلوه مع احمد زكي، وده فيلم من علامات السينما المصريه، بس للاسف ما نجحش جماهيريا. فعلاء كان محتاج مخرج استاذ زي شريف عرفه، وشريف عرفه محتاج بطل من الشباب زي علاء ولي الدين. ويشوفوا بقى بعد التعب ده كله وقبل عرض الفيلم بيومين بس الجيش وقف عرضه. قبل عرض فيلم عبود على الحدود اتفاجئ علاء ان الجيش رفض عرض الفيلم لانه بيسيء للقوات المسلحه، فعلاء اخد شريف واطاره على مكتب اللواء سمير فرج رئيس هيئه الشؤون المعنويه وقتها، وقال له يا فندم معاك نسخه من الفيلم اهي، شوفها واتاكد بنفسك انه ما فيهوش اي اساءه، ده انا وشريف ومجدي بعنا هدومنا وخدنا قروض من البنك كمان عشان نعمل الفيلم ده، بيوتنا هتتخرب. واللواء سمير شاف الفيلم وعجبه جدا ولقى ان ما فيهوش اي مشاكل، فسال مين يا اخوانا اللي موقف الفيلم ده؟ قالوا له واحد من اعضاء اللجنه العسكرية اللي شافت الفيلم قال ان مشهد توهان الجنود في الصحراء ده اساءة للجندي المصري. فاللواء سمير راح واخد الفيلم وطالع على المشير طنطاوي وقال له يا فندم ده رومل نفسه ته في الصحراء، مفيش مشكلة يعني لما عبود يتوه هو كمان. ولما المشير شاف الفيلم عجبه جدا وقال لهم ده فيلم لطيف مفيش داعي يتوقف، علشان اخيرا يطلع فيلم عبود على الحدود للنور وينزل قدام فيلم همام في امستردام لمحمد هنيدي، والفيلمين كسروا الدنيا وقدموا اسماء هتحتل السينما لسنين قدام، احمد السقا، كريم عبد العزيز، واحمد حلمي.
نجاح فيلم عبود خلى كاست الفيلم كله يقرر انه يكرر التجربه تاني ويعملوا فيلم الناظر سنه 2000، وده واحد من احلى واجمل الافلام الكوميديه يمكن في تاريخ السينما المصريه كلها. وطبعا من اهم الشخصيات في الفيلم ده شخصيه جواهر ام صلاح. ارجوك يا استاذ بلاش الكلام الجميل ده، عشان انا لوحدي في البيت فرصه الضياع كبيره قوي. طب ايه رايك الكلام اللي انا بقوله ده اقل من الحقيقه كتير؟ بس المفاجاه بقى ان شخصيه جواهر دي ما كانتش من تاليف شريف عرفه اللي كان مؤلف ومخرج الفيلم، لا دي نسخه تبت الاصل من ام علاء ولي الدين. علاء جاب كل حاجه امه بتعملها وحطها في الشخصيه دي، الماشيه، اللبس، طريقه الكلام، حبها لابنها. ومن اقوى الادوار كمان في الفيلم ده شخصيه الليمبي. ام صلاح. لا استاذ ليمبي ما تخبيش عليا. لا مفيش حاجه يا استاذ ليمبي. انت عرفت الاسطوانه قبل كده؟ لا انا عرفت، عرفت واحده. ايوه كانت حلوه. معظمها حلو. انت كذاب ابو صلاح. واللي ناس كتير ما تعرفوش ان الدور ده ما كانش موجود اصلا في الورق، بس شريف عرفه بعد ما خلص كتابه حس ان الفيلم ناقصه شخصيه صايعه كده، فكلم السيناريست احمد عبد الله وحكى له عن الشخصيه اللي في خياله، فقال له ياه ده انت كانك بتتكلم عن واحد عندنا في الجيزه اسمه الليمبي، علشان تخرج شخصيه الليمبي في الفيلم ويخرج معاها محمد سعد نجم قادم بقوه، وينزل فيلم الناظر ويبقى قنبله الموسم، وبرده قدام فيلم صاحب عمره محمد هنيدي بلي ودماغه العاليه. طبعا في جيل كامل وانا منهم قاعد بيتفرج دلوقتي وحاسس ان تاريخ السينما بتاعته بيتحكي. سنة 2001 عمل علاء مسرحية حكيم عيون، وكان هو البطل مع كريم عبد العزيز واحمد حلمي، والمسرحية نجحت جدا، وده شجع شريف عرفة تاني واحمد عبد الله انهم يدخلوا فيلم ابن عز مع علاء، لكن للاسف الفيلم ما نجحش، وما كانش بقوة فيلم الناظر او عبود، يمكن لانه ما كانش فيه زكريا الدرديري مدرس الفرنساوي على ما يجيبوا مدرس فرنساوي، ولا ميسن شراح، ولا جواهر، ولا الليمبي، ولا عاطف، اللي كلهم مع بعض شكلوا اسطورة فيلم الناظر، لدرجة ان الفشل ده خلى علاء يفكر يعتزل فعلا. بس تيجي سنة 2002 وتراضي علاء بمسرحية لما بابا ينام اللي نجحت جدا، بس في نفس الوقت المرض كان منغص عليه حياته، لان علاء كان بيحب الاكل جدا وهو اصلا مريض سكر وتصلب في الشرايين بسبب السمنة، فحتى لما تعاقدوا له مع مطعم للاكل الهيلسي ما كانش بيقدر يقاوم، وكان يسهيهم ويدخل المطبخ من وراهم ياكل من اكلهم، ولما كانوا اخواته يشدوا عليه في حوار الاكل ده قوي يعني كان بيصعب على امه، فكانت بتدس له المحشي والكفتة في بوكس الاكل للدايت، ده غير بقى انها كانت مشهوره جدا بحلوياتها في الوسط كله، فحرفيا السكر كان مبهدله، لدرجه ان اشرف عبد الباقي قال ان في مسرحيه لما بابا ينام صباع علاء اتفتح وفضل سنه كامله ما بيقفلش بسبب السكر، لدرجه انه كان بيطلع على المسرح بشبشب لانه ممنوع يلبس جزم او حاجه مقفوله على رجله، وده كان دايما مخليه حاسس ان عمره قصير وانه مش هيعيش كتير. وفعلا في اغسطس 2002 اشترى قبر وبقى ياخد اهله واصحابه ويروحوا يقروا قران هناك، وسنه 2003 وفى ما هو بيجهز لفيلم العربي تعريفة مع حنان ترك وشريف منير سافر عمل عمرة، والغريب انه رجع من هناك معاه كفنه ومسك وتراب من البقيع، وجاب اخواته ومحمد هنيدي وقال لهم لما موت كفنوني بالكفن ده وعطروه بالمسك ده وحطوا تحت راسي في القبر تراب البقيع. ويمكن وانتوا بتسمعوا الكلام ده دلوقتي تبقوا مستغربين، لكن مش هتستغربوا لما تعرفوا انه هو بيعمل عمرة حلم انه واقف في مكان فاضي والنور فيه ضعيف وماسك في ايده عصاية سيدنا سليمان، بس العصاية كان بياكل منها الدود والنمل، وما استناش حتى لما يرجع وكلم الشيخ سيد حمدي مفسر الاحلام وساله عن الحلم الغريب ده، بس الشيخ سكت شويه وقال له ده كرب عظيم يا علاء، انت بس قرب من ربنا وكتر الدعاء. لكن لما رجع علاء مصر حلم بنفس الحلم تاني، بس المره دي العصايه كان واكلها الدود اكتر، فكلم الشيخ حمدي تاني اللي قال له نفس الكلام، لكن لما الحلم اتكرر لتالت مره بس المره دي الدنيا كانت ضلمه خالص والعصايه كلها اتاكلت، فلما جه الشيخ حمدي يقول له نفس الكلام علاء اتضايق جامد وقال له لا يا شيخ دي رساله جياني وانا مش عارف افسرها، فما كانش قدام الشيخ حمدي غير انه يقول له بصراحه يا علاء تفسير الحلم ده معناه ان حظك في الدنيا قليل، فعلاء قال له يعني خلاص هموت؟ قال له العلم عند الله يا ابني. وسافر علاء بعدها على البرازيل عشان يبدا تصوير فيلم بالعربي تعريفه، وحكت حنان ترك ان علاء هناك كان مهتم قوي طول الوقت انه يخليهم يذكروا ربنا ويسبحوه في كل مكان يروحوه. يوم 11 فبراير 2003 الفجر رجع كاست الفيلم كله من البرازيل عشان يحضروا اجازة عيد الاضحى في مصر، وبالرغم ان الرحلة كانت طويلة جدا يجي 14 ساعة طيران، الا ان علاء رجع وفضل يتكلم في كل الناس عشان يعايد عليهم، وفضل سهران مع اهله واخواته لحد صلاة العيد وهم بيضحكوا مبسوطين، ولما اخوه خالد قال له انا وضبت لك شقتك يا علاء عشان تتجوز فيها يلا بقى خلينا نفرح بيه، راح ضحك وقال له تعبت نفسك يا خالد بس انا كده كده مش هخشها. وبعد
ما صلوا العيد وذبحوا الاضحيه، علاء قال لامه بس انا كده عملت اللي عليا، ادخل انام انا بقى شويه على ما اخواتي وزعوا اللحمه على الغلابه وابقوا صحوني لما يرجعوا نفطر سوا. وسبحان الله قبل ما يدخل اوضته طلب من اخوه معتز انه يجيب له الجرايد يخليها جنبه عشان يقراها لما يصحى، عشان يدخل عليه معتز بعد دقايق يلاقيه واقع على الارض وقاطع النفس. وبسرعه كلم اخوه خالد عشان يجيبوا دكتور، اللي كشف عليه وقال لهم البقاء لله يا جماعه، ده مات. بس معتز قال له لا ده مستحيل، احنا لازم نوديه مستشفى. وفعلا اخدوه على المستشفى في مصر الجديده علشان بعد دقايق وفي اول ساعات عيد الاضحى تتفاجئ مصر كلها بخبر وفاه علاء ولي الدين يوم 11 فبراير 2003 عن عمر 40 سنه الا 6 شهور بالظبط. رحم الله الفنان الشاب علاء ولي الدين. والكل قصه حكايه وانا هقول لكم على اللي فيها. كنت معاكم ريهام عياد.